بعد ما أعلن اعتذاره عن المشاركة في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة، بدأ ميلاد يوسف تصوير دوره بخماسية حواء ضمن مسلسل الحب جنون. أكيد أنا بلعب شخصية وديع. وديع هو دكتور، وديع هو عاشق، هو حبيب، هو مغرم، هو بلحظات هو خائن، هو خائن بالصدفة، خائن نتيجة الظرف، نتيجة عناصر كتير تدخل على العلاقة ما بينه وبين نارا. هذا بيترتب عليها كتير أحداث كبيرة بتخليه يروح بوادي آخر مثل ما بيقول، بمفاجآت كتير كبيرة رح نشوفها للشخصية ولمجريات العمل بشكل عام. وده كان سبب انجذاب ميلاد يوسف لمسلسل حواء. وحقيقة الجاذب بالبداية النص، دائما النص هو أساس أي شيء أنا بعمله بصراحة. القراءة الأولى والانطباع الأول، الانطباع الأول عن النص هو اللي بيعطيك الإحساس أنه إيه أو لا. النص متمكن، نادية الأحمر أنا كثير شغلة أعمال صارت بمرحلة كثير متطورة بصياغة الأحداث وصياغة الخط الدرامي، صياغة المشاهد، الحدث، تطور الحدث، الخط البياني للعمل الدرامي. وده كان سبب اعتذار ميلاد يوسف عن بعض الأعمال. احنا صار الموسم بنهايته وأنا اعتذرت للأسف عن أعمال كذا عمل نتيجة كان ارتباطي بباب الحارة، ونتيجة توقف المسلسل باب الحارة أدى هذا الاعتذار. لكن هلأ مثل ما بيقولوا عم نلحق حالنا، عندي فيلم سينما صورته 88 خطوة صورته، هلأ في احتمال يكون بعمل ضيف شرف بعمل قادم كمان لرمضان إن شاء الله. نادية الأحمر تعبر عن الأنثى في مسلسل حواء، فماذا ستقدم خلال الأحداث؟ يعني هي الأنثى بانكسارها، بضعفها، بقوتها، بجبروتها، بأمومتها، بأنانيتها، بكيديتها إذا بدك، بمرات بالشر اللي هو بيصدر منها بس مجرد ما تتعرض لظروف أقوى منها أو أقسى منها. فحبيت تكون حواء هي بتحكي عن المرأة بشكل عام بكل الظروف اللي ممكن تتعرض لها.